هذا السيد هذا كيعاني بواحد المشكل ديال ضرر بزاف ديال العائله ديالو، المدام ديالو ما خداماش، يلاه على قد الحال خدامه في مقهى عاديه، خدامه بصالير قليل ومعانيه معاه بزاف شي 10 سنين تقريبا هو بحال ما هكا. وبغينا كنطالبوا بالناس المحسنين باش يتعاونوا معاه ويشوفوا الحاله ديالو ويتعاونوا معاه بزاف اكثر، ما حيت العائله ديالو كتعاني من جهته بزاف كاع، وما بغيناش يبقى في هذه الحاله. السطاد داروا لي سكانير، قال لك خصو يمشي لكازا. ملي خرجوا الناس من هذاك الصالير ديال السكانير ديال كازا وداك الشيء غالي عليهم، رجعناه راه باقي دابا ناعس في الدار كنتسناو. قال لك شي 3000 درهم باش كيدير، عندناش امكانيات باش غنديو لكازا هذا السكانير، ما عندناش. حنا كنتسناو الناس المحسنين باش يشوفوا هادشي اللي قلنا ليه، كيقول لك واخا واخا وما وحنا كنتسناو. سيارات الاسعاف ولكن ما داروا معنا حتى حاجه، كل مره كيمشيو عدو كيمشيو عدو ما كاين حتى حاجه. الرئيس ديال هنايا كيمشيو عدو، كاين شي معاونه داك الشيء ما كيشوفش معاهم، عارف الحاله ديالهم كي دايره. ما عندهم شي عده لا كيس، ولكن هذاك الكيس ديالها ما مريض شحال من 10 سنين هادي، وانا كنكافح وكندير نشري بحال كوكا اللي صابورتي نشري له لي كوشو ما عديش اللي جنبو ما يدويش، وكان بيت فايقه مع الليل كامل بحال كوك عتا وقع لي عتا باح اللي عنده السكر وطانسيو، وكان عنده كروسه يخدم عليه بحال كوك طاح في الزنقه جابو بقى بحال كوك. انا ما استفاش ناتي ما تقدنيش، راك يتاني الضوء مع 24 وناخذ داك الشيء الكريدي الحانوت وكل شيء وما استفاش نخلص. انا كنكافح مع دوكا هو طلبوا لينا سكارين هذاك النهار، هذاك اللي درنا له في السطات عاد سلفناه، عاوننا واحد السيد وبقينا نطلبوا وعاوننا فيه ودرناه ليه، وملي قال لينا صيفطونا الدار بيضا ما صلناش باش ورجعناه.